باخد العائد من اول شهر، يعني ببدا اخد عائد الاسهم دي من الاول. هيفيدني في ايه ده؟ هو ده حاجه اللي هي اقتصاد اللي هو نظام راس مالي ولا الاشتراك، حاجه نظام حاجه جديده في الاقتصاد، ما كانتش مطروحه قبل كده حتى عالميا. تعمل التجارب قريبه من كده كده ما كانتش ناجحه وما كانتش بنفس الطريقه. الفكره اللي بيطرحها المستشار هشام بسطويسي هتفيدنا في العامل اللي بيشتغل في مكان معين هيبقى عنده ولاء، ولاء كبير للمؤسسه اللي بيشتغل فيها دي، لانه مالك يعني بينطلق كمان. هتحقق يعني ممكن حد يقلق من ان صاحب العمل نفسه طب انا املكه ليه؟ لا هتفيده ان هو مش هيبقى فيه ظاهره التصرف من يعني من العمل. انا ممكن لو انا يعني صاحب شركه بضرب العماله اللي موجوده واصرف عليهم كتير، وممكن بعد سنه واحده يسيبني ويمشي، مين الخسران؟ انا الخسران. لكن لو العامل ده مرتبط بالمكان ولاء وعنده ولاء لهذا المكان وبياخد عائد منه بخلاف مرتبه، ارتباطه بيه قوي، مش هيمشي ومش هيسيب الشركه. زاد ارتباط الاثنين ببعض بتحقق مصلحه للطرفين. ارجع للنقطه الاساسيه، احنا بندعم الاقتصاد الحر المباشر مع حفظ حقوق العمال بما يحقق العداله الاجتماعيه. وضحت؟ معنى كده انه مش متباني فكره ايديولوجي، والحقيقه رؤيتنا لمصر ان مصر ما ينفعش فيها رئيس متباني فكر محدد، ما ينفعش ان حد يكون ليه يعني ايديولوجي محدده ويمشي الدوله كده. مصر عايزه رئيس لكل المصريين. ما ينفعش رئيس مصر يكون منتمي لقوى سياسيه معينه ويحكم البلد بما يتماشى مع هذه القوى. وما ينفعش رئيس مصر، واتمنى ان رسالتي توصل للحضور، ما ينفعش رئيس مصر يكون عدو للقوى السياسيه الرئيسيه في البلد، وكلامي واضح. ما ينفعش ويتصادم معاها. هتبقى النتيجه ايه؟ لو الرئيس، خلينا نتكلم بصراحه، لو رئيس مصر متصادم مع الاخوان اللي هم القوى السياسيه الاكبر في مصر، هيبقى عندنا برلمان بيحكمه الاخوان المسلمين ورئيس بيعادي هذا التيار، البلد هتبقى في ايه؟ حاله ايه؟ صراع سياسي. يعني احنا داخلين فين؟ هل حد مننا يحب مصر كده؟ لا ينفع يحكمها حد من هذه القوى، ولا ينفع يحكمها حد بيعادي هذه القوى، ولا ينفع يحكمها حد بيعادي الجيش. احنا عايزين رئيس لكل مصر، رئيس قادر على التعامل مع الكل، رئيس يرضى عن الكل، رئيس مش متبني فكر محدد، رئيس بيتعامل مع كل المصريين، ويكون رئيس الدوله المدنيه اللي بنتكلم فيها، الدوله المدنيه الديمقراطيه اللي بتقوم على الوطن، ده يعني لا يتعارض مع الدوله الاسلاميه. وهي مصر، يعني حد يقدر يقول ان مصر دوله مش اسلاميه؟ حد يقدر يقول ان مصر دوله كافره مثلا؟ بلد فيها الازهر تبقى ايه؟ والسؤال حقيقه اتكرر من اثنين من الزملاء من جامعه الازهر اللي بشرف بانتماء ليها، وانا خريج جامعه الازهر بالمناسبه. لما بنتكلم عن شكلك، لما بنتكلم عن دوله مدنيه، الاساس ليها واللي بتعتمد عليه في نشر الثقافه الاسلاميه هو الازهر. احنا هنا بنتكلم على الحفاظ على الهويه الاسلاميه في العالم مش بس في مصر. بنتكلم على دوله، بنتكلم على 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 نظام هيحفظ، يعني هيحافظ على الهويه المصريه. فكره بقى الدوله الدينيه انها بمفهوم الدوله الثيوقراطيه اللي هي كلمه دوله دينيه، يعني يا جماعه عشان تبقى واضحه، دينيه اللي هي الثيوقراطيه دي اللي بيتحكم فيها رجال الدين، زي يعني يبقى عندي المرجعيه هنا لرجل الدين، يعني يبقى عندي رئيس وعندي واحد تاني مرجع للرئيس، المرشد مثلا. مش بتكلم على المرشد اللي عامل اخوان المسلمين، مش ده قصدي، لا يعني زي لو اتكلمنا، لو ادينا مثال ايران، ايران فيها رئيس، ومثلا زي الفاتيكان. كان في يعني من اكثر الامثله اللي كانت يعني قويه جدا، فرنسا في فتره ما قبل الثوره كانت بتتحكم في مؤسساتها، كانت بتتحكم في الدوله، في الدوله الفرنسيه ساعتها الكنيسه كانت هي اللي بتمشي الدوله وهي المرجع. ده اللي احنا بنتكلم عليه. مصر ما ينفعش انها تكون دوله بهذا الشكل. مصر دوله لكل المصريين، ومدنيه الدوله اللي بنتكلم عليها هي جزء من الامن القومي المصري. ده لا يتعارض مع 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 مع, مع إن, ان الاغلبيه الموجوده في الدوله مسلمه. شيخ الازهر، احنا بنتكلم على ان شيخ الازهر لازم يرجع لوضعه الطبيعي اللي كان موجود. ما ينفعش شيخ الازهر يكون بيتلقى اوامر من رئيس الجمهوريه. شيخ الازهر لازم يتمتع بالاستقلاليه عشان يقدر يبني مؤسسه كبيره، عشان يقدر يقوي لي الازهر. ده اللي احنا بنتكلم فيه، احنا بنتكلم في دعم الازهر وتقويه الازهر، وان ده هيكون الحامي
للدين الإسلامي. مش بس كده، ده كمان جزء من الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي. الكلام اللي بنقوله ما يهاجمش، يعني مش ضد الدولة الإسلامية، كلنا بنحترم الأغلبية المسلمة. أنا بشكل شخصي زي ما قلت لحضرتك، أنا خريج جامعة الأزهر ودارس دين بشكل مفصل وحافظ لثلثي كتاب الله. مش ممكن. وعلى فكرة أغلب التيم في الحملة الانتخابية هما خريج جامعة الأزهر بما فيهم دكتور محمد. وما كناش نشتغل مع بشار الشام الطويسي اللي هو بيعادي الإسلام كما قد يفهم من كلامك. لا طبعا، كلنا يعني ملتزمين دينيا وبنتكلم في دولة مدنية. حتى لا، مش هتكلم على المرجعية الإسلامية، أنا بتكلم على 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 دولة فيها الأزهر. الأزهر هو اللي حمل الإسلام يا جماعة، ده 1000 سنة يعني. الأزهر ما ينفعش إن يبقى عندي الأزهر وأخد تعليم الدينية من مثلا مفتي أحد الدول العربية اللي هو أصلا اتعلم فين. أنت تعرف مفتي السعودية ومفتي الكويت اتعلموا فين الإفتاء وتعلموا فين أصول الدين؟ رئيس جزر المالديف اتعلموها في جامعة الأزهر. يبقى مين المرجع؟ أنا بسألك السؤال ده، المرجع مين؟ هيبقى الأزهر، اللي أنت جزء منه واللي أنا جزء منه، واللي حتى لو إحنا مش جزء منه يجب أن نحترم هذه المؤسسة العريقة. طيب أكمل الإجابات وبعدين، ولا دي مداخلة في السؤال ده؟ طيب المدير، أنا ملتزم بنظام إدارة الندوة. اللي بيدير الندوة الدكتورة أمل، يعني اللي الدكتورة تقول عليها. طيب عليكم السلام. طيب خلاص، وحضرتك بعدين. طيب خلاص يا جماعة، أنا هعتذر للكل. طب حركة ارتاح. خلاص احنا نمشي على النظام اللي كان محدد. بعد اذن حضرتك هكمل الاجابات وناخد تاني اسئله، ده ممكن يكون مناسب للكل. طب تمام يا جماعه. كان في سؤال بيقول ليه رشحت نفسك؟ تمام. طبعا ليه رشحت نفسك مش موجه ليا، انا مش مرشح نفسي. السؤال موجه للمستشار هشام البسطويسي. ليه رشحت نفسك وانت شايف ان مصر دولة تقيلة كبيرة، دولة صعبة إدارتها؟ رشح نفسه لأنه شايف في نفسه وإحنا شايفين فيه القدرة على إدارة هذه الدولة. وقلت في أول كلامي مواصفات الرئيس من وجهة نظرنا هو نزيه وشريف وإداري ناجح. إداري ناجح دي حط تحتها 10 خطوط. إداري ناجح يعني حكيم ويعني مرن، يعني بيعتمد على أهل الخبرة، يعني قائد، والقائد مش بيدير كل أمور بنفسه، بيفوض سلطته لبعض مساعدين وبيدي لكل واحد حق. يعني الحقيقة كلمة إداري ناجح تحتها كتير جدا. إحنا شايفين المستشار هشام البسطويسي يمتلك هاتين الصفتين، النزاهة والشرف، ده جهة، وجهة الإدارة الناجحة. عشان كده رشح نفسه وعنده برنامج قد لا أبالغ لما أقول إنه أقوى البرامج الانتخابية الموجودة لمن يقرأ. أتمنى يعني تقروا البرنامج الانتخابي المستشار هشام البسطويسي، مش المختصر اللي محرقه، لا، في البرنامج المفصل هو موجود على الموقع الالكتروني، الموقع الالكتروني بتاعنا bastawisi.com، وموجود على الصفحه الرسميه لدعم القاضي هشام البسطويسي رئاسه الجمهوريه. عندنا سؤال مهم جدا بيقول هيعمل ايه مع المجلس العسكري؟ الحقيقه يعني ده سؤال حساس، كتير من المرشحين بيخشوا الاجابه، يعني بيخشوا الخوض في الحكايه دي. وحد مكاني ممكن يقول انا اسيب الاجابه دي هو، لكن انا هقول لك توجهه. مفيش حاجه اسمها حد ارتكب جرم يعدي بلا حساب. كل من ارتكب جرم في هذه الدوله يجب ان يحاسب مهما بلغ منصبه. وهشام البسطويسي بما معروف عنه من تاريخه الذي لم يخشى حسني مبارك في عز قوته وجبروته، لما يكون رئيس مش هيخشى يعني من حد يفترض ان هو تابع ليه. لو المجلس العسكري اخطر والقضاء قال كده، المجلس العسكري واي عضو في المجلس العسكري هيعامل كما ينبغي وبالقانون. لو المجلس العسكري لم يخطئ والقضاء يعني اقر ببراءته او يعني لم يدان، يعني لا تدخل للمستشار هشام البسطويسي كرئيس للدوله في امور القضاء، مفيش حد هيعدي بدون حساب. وفكره الخروج الامن فكرة غير واردة، بس خروج الأمن لازم نفهمها. خروج الأمن يعني عمل جريمة ويعدي؟ لا، احنا بنتكلم في خروج أمن لمصر، خروج يضمن لمؤسسات الدولة استقلاليتها، ويضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة، ويضمن تسليم السلطة بأقل قدر
من الدم. طيب هو المفروض، طب انا هجاوب على دي يعني بعد ما خلص عشان ايه ما نخلش بالنظام العام. لكن طبعا الشيخ هشام البسطاويسي عنده القدره لما يبقى رئيس ان هو يعني يقف قدام اي حد، مجلس عسكري او غير المجلس العسكري. يعني نتخيل رئيس الدوله هيخشى من وزير الماليه؟ طب ده انا رئيس، يعني ازاي؟ الملف الاقتصادي، الحقيقه الزميل اللي اتكلم على الملف الاقتصادي احنا يعني اتكلمنا عنه يعني بشيء من الاختصار، لكن وضحنا ارقام رؤيتنا فيه. هيبقى فيه استثمار مبني على اقتصاد حر مباشر، في دعم للاستثمار العربي والاجنبي بما يحقق حل لمشكله البطاله، بما يحقق زياده الدخل القومي، وفي من الاليات ما يضمن عدم خروج الاموال المصريه. لو اتكلمنا مثلا على البورصه، كتير من المستثمرين اللي يعني بيعملوا في مجال الأوراق المالية والبورصة والأسهم والسندات، كتير يعني الملف ده يا جماعة احنا مش ملمين بتفاصيله كمصريين، وفي فساد كتير واحنا ما نعرفوش. لا احنا منتبهين لده في البرنامج، وفي آليات خاصة بعدم هروب الأموال المصرية خارج مصر، من ضمنها ان هيتعمل ضريبة على تحويل الأموال. يعني هيبقى في دعم للأجهزة الرقابية التي تكافح الفساد وضمان استقلالها، ودي اهم حاجه هي ضمان استقلالها عن كل المؤسسات بما فيها مؤسسه الرئاسه، عشان ما يحصلش حاجه زي اللي كان بيحصل زمان ان يبقى في فساد وفي تجاوز في مكان معين، لكن بسبب ان رئيس المصلحه اللي عملت التجاوز ده او العضو الفاسد في المؤسسه اللي عمل كده مرتبط مثلا بحد في مؤسسه الرئاسه، ويتدخل الرئيس. حتى لو احنا بنتكلم على المرشح اللي انا بمثله هو الرئيس، لا احنا بنضمن الاستقلاليه وانه مش هيكون في تدخل ابدا لا في الاجهزه الرقابيه ولا في القضاء ولا في السلطه التشريعيه. فصل بين السلطات، يعني عندي ثلاث مؤسسات، عندي ثلاث سلطات في مصر، سلطه تنفيذيه اللي هي الحكومه، سلطه قضائيه اللي بيمثلها المجلس الاعلى للقضاء، سلطه تشريعيه اللي بيمثلها البرلمان المنتخب. اللي بنتكلم فيه في برنامج الشرع الشام البسطاويسي هو فصل كامل بين السلطات، وعدم تدخل رئيس الجمهوريه، وعدم تدخل اي سلطه في سلطه اخرى. دي الحاجه الوحيده اللي شايفين انها هتحقق عدل، دي الحاجه الوحيده اللي تضمن ان مصر يبقى فيها دوله مؤسسات، ان مصر تبقى دوله ديمقراطيه. الحقيقه دي الاسئله اللي عندي، يعني دي الاسئله اللي اتسالناها حتى الان. كان في جزء خاص بالتعليم هيجاوب عنه باختصار الدكتور محمد. ويمكن حضرتك اتكلمنا عن التعليم، واهم اهداف التعليم عند في البرنامج بتاع مستشار مستشار البسطاويسي قلنا هو التمويل الثقافي والاعداد العلمي والاعداد للمواطنه والاعداد المهني. باختصار زي ما قلت لحضرتك ان سنوات التعليم تنخفض من 12 سنه ل 9 سنين، يتم بعدها سنتين تقديم للتعليم الجامعي او التعليم المهني. ده هيضمن عدم تسرب التعليم بدل قوي للمحكمه المهني في مصر، والزام يعني تعليم الزام لمن يتمتعوا بعمل البطاله او من يتمتعوا بالتامينات الاجتماعيه سواء الاسر المعينه او غير الاسر المعينه، ان هو يشترط ان يكون اولادهم ملتحقين بالتعليم. ده حركه هتدي على الاهميه، وفي نفس الوقت هيبقى تصرف التعليم عشان المساعده في مصاريف الاسره، انت من سن 17 سنه الشخص هيقدر ان هو يشتغل. بالنسبه لي الجزء الخاص بالبحث، اتفضل. انا التعليم برد بس الجزء التعليم، الاستاذ كان سالف التعليم وارد على حضرتك فيه الجزء الخاص بالبحث العلمي. مشكله البحث العلمي في الفتره اللي فاتت هي ضعف الميزانيه زي ما حضرتك ذكرت، هي 4% مش 1%، 4% دي دعم البحث العلمي موجود في مصر، وطبعا هي طبعا برضه تعتبر ميزانيه هزيله جدا جدا للدعم العلمي، دعم البحث العلمي. برضه برنامج سياسه الاستشاره زي ما قلت لحضرتك توفير المالي او الدعم المالي لهذا البحث العلمي، اول حاجه هيوفر اللي احنا بنسميهم طيور المهاجره او علماء المصريين اللي ما بيجدوش املهم او تحقيق طموحاتهم جوه مصر، فبيخرجوا لدول ثانيه زي الدكتور احمد زويل وزي الدكتور مجدي يعقوب وزي كتره كتير موجودين، وصفه الدكتور مصطفى السيد موجودين خارج مصر. وجود مؤسسه بحث علمي بميزانيه محدده تشمل